نحن نهائياً ما منجيب أدوية تركية، بس نحن منعرف أنه في صيدليات عم تجيب دواء تركي وعم نشوفها على السوشيال ميديا، عم نشوف ناس عم تنزل، ولكن نحن مش من هو الصيدليات. نحن ملتزمين بالأدوية اللي عم تجيبها الوكلاء على لبنان، والحمد لله الدواء بتحسن ولكن مش بالشكل اللي نحن بعدنا متوقعينه. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول فضيحة في السوق السوداء، ولكن هذه المرة أدوية غير مسجلة تباع في الصيدليات وعبر الإنترنت. ما مدى دقة هذا الموضوع؟ بسبب فقدان كثير من الأصناف الدوائية العلاجية الضرورية والأساس، إن كان بالأمراض المزمنة ولا ما يختص بأمراض السرطان والأمراض المناعية، عم يلجأ المريض لأي دواء من الخارج. هلأ الدواء التركي أكتر شيء هو الخط شغال من زمان، بس يعني لما بيفكر الواحد أنه مريض ضغط، مريض قلب، مريض سكري وما أدراك، مريض سرطان، كل الأمراض الحساسة اللي ما بتنتظر كتير، طب هذا لما بيجي بيلاقي أنه في قدامه دواء، أي قانون بده يتذكر؟ مش قانون، أنا ما بيود العين أحكي بالقانون، وما بيودي البال. ما نحن المشكلة ما حافظنا على متطلبات تطبيق القانون، وبالتالي ما بيليق فينا وما بيلبق لنا الحياة نحكي بالقانون. ومع الواقع الصعب والمرير، كيف السبيل لضبط المعابر غير الشرعية؟ وكيف السبيل لتحديد رؤية موحدة لتأمين أبسط حقوق الإنسان، ألا وهي الدواء والطبابة في لبنان؟ لابد من تعديل مادي الخمسة بالقانون الحصري اللي عمل حصرية واللي بعده عم يحسوه بس ومختلفين عليها، لضرب الاحتكار وفتح باب التنافس شرقا وغربا. هذا الكلام ما عم يمشي، ما عم ينجح بعده الوقت. هذا صاير سباق بين، أنا هلأ هيك عم شوف القصة، صار سباق بين مافيا الدواء، أنا مصر على التسمية، والتجار المستوردين اللي بيعرفوا بيجيدوا حساباتهم الرقمية المالية فقط لا غير، والدليل انه بعز الازمة كانوا ياخذوا الدواء المدعوم ب 1500 وبيعوه برا بالعراق وغير العراق مشان ياخذوا فرنش دولار، ولا زالوا حتى الان، وبذات الوقت حاجبين السوق عن الدواء، ما فارقة معهم صحة الناس، وبحجة انه إلهم على المصرف المركزي وما دفعهم، هذا تفصيل اخر. سباق بين هالكلام هذا والمحمي بالسياسي بالصمت، بضعف الموقف البرلماني، ضعف الموقف النقابي، ضعف إلى آخره، وبين السوق السوداء اللي عم تتوسع وتتمدد،